ماسكولوسكليتال سيستم العضلي الهيكلي. اوكي، انكيلوم means stiffness, bent or crooked، اللي هي immobility and stiffness of a joint، يعني عدم القدرة انه نحرك الجوينت، مع انه المفصل المفروض انه احنا نقدر نحركه، بعض المفاصل بكل الاتجاهات وبعضها باتجاهات معينة. فنقول مثلا ankylosis اللي هي stiffness of a joint. Arthro means joint، نقول arthritis, inflammation of a joint. Kypho means hill or mountain، زي الهضبة يعني. Humpback posture، لاحظوا هاي الكايفوسس هون اللي هي الانحناء للأمام وعدم القدرة انه يرفع الظهر ويكون بشكل مستقيم. لامينا او لامينو اللي هي part of vertebral arc، يعني جزء من القوس الفقرات في الظهر. لامينكتومي excision of the lamina، طبعا لامينكتومي is performed to relieve compression of the spinal cord or to remove a lesion of the or herniated disc. يعني لما نقول لامينكتومي ممكن تعمل تكون عملية من عمليات الديسك اللي هو اللي بينزلق، وبالتالي بيصير يضغط على الأعصاب اللي حواليه، بصير المريض متألم بشكل مستمر. لوردو من كيرف أو سوي باك، لاحظوا اللوردوسيس كيف بيكون في عنا إحنا زيادة للأمام في العمود الفقري، ممكن يكون في أي منطقة طبعا في العمود الفقري. مايلو بون مارو أو سباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي. مايلوباثي اللي هي أني باثولوجيكال كونديشن أوف ذا سباينال كورد. Ortho means straight، يعني مستقيم أو تقويم. نقول orthopedist اللي هو physician who specializes in treatment of musculoskeletal disorders. Osteo means bone، نقول osteoma any benign bony tumor. PD أو pedo means foot or means child، حسب مكانها، يعني إما بتعني قدم أو بتعني child، طفل. Pedograph imprint of foot on paper، يعني صورة القدم على ورقة. Pedicure اللي هي care of feet، نسمع عن البيديكير اللي هو عملية العناية بالقدمين. Scolion means crooked or bent. Scoliosis abnormal curvature of the spine، يعني في عنا انحناء غير طبيعي في السباين اللي هو العمود الفقري. هذا السكوليوسيس لاحظوا بيكون في الكيرفتشر على اللاترال طبعا، وهذا يتم تصحيحه بأكثر من عملية ممكن. ثراكو means chest، نقول ثراكودينيا means chest pain اللي هي ألم في الصدر. أنواع البونز ما مش مطلوبة معنا هاي في الأناتومي، في عندنا بس سبونديلو اللي هي الفيرتيبرا الفقرات أو الباك بون اللي هو العمود الفقري. سبونديلايتس inflammation of the vertebra، يعني في عندنا inflammation في الفقرات. خلينا نشوف المسكيلر سيستم. ليومايو سموث ماسلز اللي هي الفيسرال أو الـ العضلات النساء الداخلية في الجسم اللي احنا ما عندنا تحكم فيها. نقول ليوميوما tumor consisting of principally of smooth muscle tissue. Musculo or myo means muscle، نقول muscular بالنسبة للmuscles. Rhabdo rod shaped or striated اللي هي العضلات المخططة. Rhabdo or rhabdomyo بنقول striated muscles. إذن rhabdo means العضلات الملساء المخططة اللي هي العضلات الهيكلية اللي احنا نقدر نتحكم فيها. في عندنا rhabdomyolysis نحكي عنه مرة تانية. rhabdomyoma tumor composed of striated muscle tissue.
Chondromyins cartilage اللي هو الغضاريف. Chondritis inflammation of cartilage. Fasci أو fascio means band or fascia اللي هي fibrous membrane supporting and separating muscles اللي هو النسيج اللي في المحيط والمغلف للعضلات. منقول fascioplasty plasty اللي هي surgical repair of fascia. Fibro من fibrous tissue اللي هي ليفي, فبنقول fibroma عبارة عن encapsulated tumor consisting of fibrous connective tissue. Synovo يعني means synovial membrane أو synovial fluid اللي هو synovo الموجود في المفاصل, الممبرين اللي موجود في المفاصل بشكل عام. طبعا السينوفيال فلويد هو المسؤول عن منع الاحتكاك في المفاصل وبالتالي تسهيل حركتها. لما بينشف هاد او بيقل هون بصير في عنا عمل موضوع الخشونة, مثلا خشونة الركبة وخشونة المفصل وغيرها. تينو من تندون اللي هي الاوتار, بنقول تينو اور تندو. إذا تندونز اللي هم الأوتار, تندينو تندو أو تينو, هذول الثلاثة هم تندون. مثلا تينو ديزز اللي هي surgical binding or fixation of a tendon, تثبيت الأوتار وهكذا. تندينيتس inflammation of the tendon. Okay, as for pathology we have fractures اللي هي الكسور بشكل عام, infections in general. بيهمني هون الاستيبروسيس. الاستيبروسيس اللي هي هشاشة العظام تظهر في كبار السن عادة over 60, لكن طبعا في النساء بتظهر غالبا وطبعا في الرجال كمان, لكن بتظهر بعد عمر 60 وقد تظهر في عمر مبكر في حالات مثلا وراثة أو في العائلة نفسها familial. بعض كمان بعض الدراسات بتشير إلى إنه الأوستيوبروسيس تظهر مبكرا للسيدات اللي خلال عمر المراهقة كانوا ما يتناولوا كميات كافية من الفيتامين دي والكالسيوم وبالتالي بيصير معهم الأوستيوبروسيس مبكرا. The skeleton is made up of bones, which provide support and shape to the body. They protect soft internal organs, such as the brain and heart, from injury. Together with muscles, strong bones enable the body to move freely. Bones have a solid outer surface called compact bone. The inner bone is called spongy bone because it is less dense than compact bone and has many small holes like a sponge. Bones contain cells called osteoclasts that break down bone tissue. Other cells, called osteoblasts, make new bone tissue using minerals such as calcium and phosphate from the blood. Hormones such as estrogen, growth hormone, and testosterone help keep the number and activity of osteoblasts higher than osteoclasts, so that more bone is made than removed. Physical forces and pressure during exercise also help bones to grow stronger and denser. These processes allow bones to grow strong in children and young adults. People have their strongest, most dense bones, called peak bone mass, in their 30s. After this age, osteoclasts gradually remove more bone than the osteoblasts make. Osteoporosis is a condition that leads to weakened bones, causing them to break more easily. Healthy bone is dense enough to support and protect the body, and to handle the stresses of movement and minor injuries. However, people with osteoporosis have abnormally thin bones with larger holes in the spongy bone. There are two types of osteoporosis. Primary osteoporosis is usually related to older age, as well as a reduced amount of estrogen in women.
Secondary osteoporosis affects both children and adults. It is related to other diseases or conditions, such as cancer, hormone problems, or use of certain medications. A person has a greater risk for either type of osteoporosis if they don't develop enough bone mass when they're growing from childhood to adulthood. Risk factors that can lead to low peak bone mass include a family history of osteoporosis, being white or Asian, being female, a poor diet, certain medications such as steroids or certain seizure medicines, lack of physical activity and weight-bearing exercise, and lifestyle behaviors such as smoking and drinking too much alcohol. A person also has a greater risk for either type of osteoporosis if they have an abnormal amount of age. However, a person with the same risk factors for low peak bone mass can be more likely to get osteoporosis as they age. Increased bone loss is also common in women after the time of a woman's last period, called menopause. After menopause, a woman's ovaries stop making the hormone estrogen. With the drop in hormones, bone-removing cells, called osteoclasts, are more active than the bone-making cells, called osteoblasts. Bones may break or fracture easily because they're unable to withstand the physical strain and pressure from even normal activities. Common fracture locations in people with osteoporosis include the wrists, spine, and hips. Building strong, healthy bones through a diet rich in calcium and vitamins and getting regular exercise can help prevent as well as treat osteoporosis. عندنا الريكتس اللي هو الكساح عند الأطفال طبعا ينتج عن نقص فيتامين دي في مرحلة عمرية صغيرة اللي هي بتأدي بعديها إلى softening of bones يعني بدل ما تكون البونز قوية وتحمل الجسم بيكون في عنا ضعف فيها وطراوة وبالتالي ما بتقدر تحمل الجسم فتعمل ما يسمى بالريكتس وبتشوفوا كيف في تقوس في رجل الأطفال خاصة لما بلشوا مرحلة المشي على عمر السنة فطبعا وبصراحة قصة التقوس القدمين من المواضيع اللي صعبة لأنها صعب علاجها يعني وغالبا ما بيرجعش 100% التقوس هلأ هذا عند الأطفال عند الأدلت في عنا نقص فيتامين دي والكالسيوم يؤدي إلى الأوستيوماليشيا اللي هي عبارة عن لين العظام عند البالغين فبالتالي بيصير العظام هشة بريتل وبالتالي بتسهل الكسور في مرحلة يعني مرحلة الأدلتهود Joint disorders اللي هي من ضمنها الأرثرايتس اللي هو التهاب المفاصل لاحظوا انه في جزء منه بيكون روماتويد أرثرايتس وأغلبه بيكون في يصاحب بديفورميتي أو يعني تشوه أو تغير في المفاصل ويعني تشوه في شكلها فبالتالي حتى شكل المفصل والمنطقة المحيطة فيه بتغير Bones provide support for the body and aid in its movement. The place where two or more bones meet is called a joint. Joints may be immovable, slightly movable, or freely movable. A synovial membrane surrounds movable joints. Inside the membrane, synovial fluid lubricates and nourishes joint tissue, such as cartilage. Articular cartilage is a tough, slippery covering on the ends of the bones. Which allows smooth joint movement. Joints give the body flexibility, precision of movement, and help in supporting the body's weight. Arthritis is any disorder that affects joints. It can cause pain and inflammation.
Rheumatoid arthritis is the second most common type of arthritis. The joints most commonly affected are in the wrists, hands, knees, ankles, and feet. It typically occurs at the same joint on both sides of the body. It can also affect other organs in the body, such as the eyes, skin, heart, lungs, kidneys, nervous system, and digestive tract. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder. This means the body attacks itself by mistake. In rheumatoid arthritis, the immune system attacks joint and organ tissues. Here's how it happens. The white blood cells of the immune system move into the joint. They release chemicals called cytokines, which attack the cells of the synovial membrane. These chemicals cause synovial cells to release other destructive substances. They also cause the synovial membrane to grow new blood vessels and form a thickened area called a pannus. Over time, as the pannus grows, it invades and destroys areas of cartilage and bone inside the joint. Inflammation causes fluid buildup in the joint, making the joint swell. Eventually, without treatment, the joint space narrows and ankylosis can occur. Ankylosis is fusion or growing together of bones in the joint. This results in the loss of the ability to move the joint. There is no cure for rheumatoid arthritis. However, doctors commonly prescribe various combinations of the following medications that, when taken together, can reduce inflammation and pain and slow down joint damage. These include non-steroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, steroids, and standard disease-modifying anti-rheumatic drugs, or DMARDs. If standard DMARDs aren't working, doctors may prescribe newer drugs called biologics, also known as biologic DMARDs. Physical and occupational therapy, along with low-impact exercise, can increase muscle strength and help keep joints limber. For severe rheumatoid arthritis that has not been helped by other treatments, a doctor may recommend a surgical procedure. For example, a joint replacement procedure, also known as an arthroplasty, may be recommended. For joints that are difficult to replace, joint fusion, also known as arthrodesis, may be recommended. During this procedure, the joint is removed and the bones are fused together with bone graft. Another surgical procedure for severe rheumatoid arthritis is a synovectomy. During this procedure, the synovial membrane surrounding the joint is removed. In some cases, an arthritic joint may need to be replaced with an artificial joint. Muscle disorders such as muscular dystrophy اللي هو ضمور العضلات والميستينيا جريفز اللي هو الوهن العضلي الوخيم اللي عندهم الوهن العضلي الوخيم بيكون عندهم مشكلة في الستايلكولين اللي هو النيورو ترانسميتر أو الناقل العصبي المهم في انقباض العضلات. Myasthenia gravis is an uncommon disorder of the nervous system that causes muscles in the body to seemingly droop and to respond poorly to the nervous system's signals. A person's eyes and facial features may sag. They might have difficulty swallowing, chewing, talking, or breathing, and they can quickly be exhausted by physical activity. There is an antibody which blocks the transmission of electricity coming from the nerves to the muscles. Then this antibody is produced by the thymus, an organ which is located behind the breastbone. And sometimes it may develop a cancer, which is called thymoma.
When this thymoma develops, myasthenia gravis may appear in men age 50 and over or women in their 20s. It's very difficult to diagnose. It's very difficult to treat. Neurologists are the main doctors responsible of this disease. A neurologist who specializes in neuromuscular disease, who usually only practices in larger hospitals, can lead treatment. A thoracic surgeon can remove the tumor, or it may need to be reduced through chemotherapy prior to removal, preferably through thoracoscopic or robotic surgery. Slightly more than a dozen cases typically appear in West Virginia each year. في عنا بالأنكولوجي لفظة اسمها الساركوما اللي هي الماليجنانسيز أو الكانسر اللي بيجي من البون فات المصل الكارتليج بون مارو and cells of the lymphatic system. We call it sarcoma. فبنشوف من شيء اسمه fibrosarcoma, osteosarcoma and Ewing sarcoma, كلها أنواع من الكانسر. Carpal tunnel syndrome, painful condition resulting from compression of the median nerve within the carpal tunnel. في الرست, في الرسوغ يعني. Repetitive motion with your hands, whether it's typing, sewing, driving, or writing, can cause carpal tunnel syndrome. The condition gets its name from an area in your wrist called the carpal tunnel. Running through this tunnel is the median nerve, which sends feeling to your palms and most of your fingers. When you do the same task over and over again, especially flexing or extending the wrist, you put pressure on the median nerve. Over time, it swells up inside the carpal tunnel until it's so tight in there that the nerve gets pinched. The classic symptoms of carpal tunnel syndrome are numbness and tingling in your hand, including the thumb, index, middle, and half of the ring finger. The discomfort is usually worse at night. At any time, you may not be able to grip things as tightly in the affected hand, and you can feel pain that may stretch all the way from the wrist to your elbow. Your doctor can run tests in your hand to confirm that your numbness, weakness, and pain are due to carpal tunnel. You may also have nerve conduction studies or tests of the muscles. If you're feeling a lot of discomfort from carpal tunnel, wearing a wrist splint, especially at night, could help. In addition, short-term oral or injected glucocorticoid medications can help by reducing swelling. Studies have also shown some benefit from physical or occupational therapy techniques and yoga. About half of the people with carpal tunnel, though, will eventually need a procedure called carpal tunnel release to lift pressure off the pinched nerve. Surgery is a more permanent solution, but whether it works depends on how severe the nerve damage is and how long you've had it. Carpal tunnel syndrome is a constellation of symptoms that can include numbness and tingling in your fingers and thumb, and an aching pain in your hand, wrist, and forearm. These symptoms occur when there is pressure in the carpal tunnel that compresses the median nerve at the wrist. The median nerve travels deep along the inside of your forearm into your hand. It provides sensation to the thumb, index finger, middle finger, half of the ring finger, and part of the palm of the hand. As it crosses the inside of your wrist into your hand, the median nerve runs through a narrow space called the carpal tunnel. The carpal tunnel is a space made of bones and ligaments of your wrist. The bones of your wrist are shaped to form the floor and sidewalls of the tunnel. Forming the roof of the tunnel is a strong and tight ligament called the transverse carpal ligament. Since the structures are tightly packed and the tunnel is unable to stretch, any type of inflammation can increase the pressure inside the carpal tunnel. The carpal tunnel release is a short procedure. Your doctor will inject local anesthetic into the base of the palm of your hand and your wrist to numb the area. Then a small opening just a few centimeters long would be made in the lower border of the palm of your hand and wrist. The tissue would be moved gently aside in order to see down to the deep structures of the hand. The surgeon would then follow the structures to the edge of the transverse carpal ligament at the opening of the carpal tunnel. The transverse carpal ligament, which forms the tight roof of the tunnel, will be divided, decreasing the pressure of the median nerve. The area then will be closed with stitches, and sterile dressing will be applied. Claudication. اللي هي lameness or limping اللي هي العرج نتيجة عادة نقص التروية لمثلا للليجز أو انقطاع جزئي للتروية أو انقطاع لحظي للتروية الدموية عن الأطراف هاي الكلوديكيشن contracture اللي هي زي انكماش fibrosis of connective tissue in skin, fascia, muscle or joint capsule
that prevents normal mobility of the related tissue or joint. طبعا الكونتراكتشر يؤدي إلى صعوبة في حركة هذيك المنطقة أو العضلات اللي في المنطقة. Crepitations اللي هي dry grating sound زي صوت خرخشة or sensation caused by bone ends rubbing together يعني زي احتكاك في الأطراف مع بعضها البعض أو أطراف العظمة مع بعضها البعض وبالتالي بتدل على fracture or joint destruction. Electromyography اللي هي use of electrical stimulation or to record the strength of muscle contraction يعني إنه في عنا تحفيز للعضلة بعدين من بنعمل تسجيل لقوة الانقباض العضلات. Exacerbations increase in severity of a disease اللي هي تفاقم الأعراض. Hypotonia loss of muscular tone يعني فقدان شد العضلة. Hemarthrosis effusion of blood into a joint cavity يعني تجمع الدم ورشوحه بداخل الجوينت كافيتي. Multiple myeloma primary malignant tumor that infiltrates the bone and red bone marrow يعني في عندي سرطان في العظم ونخاع العظم. Osteophytes اللي هما bony outgrowth that occasionally develops in the vertebra may exert pressure on the spinal cord. الأستيوفايتس اللي هي نسيج عظمي ينمو على الفيرتبرا وقد يسبب ضغط عليها وعلى السباينال كورد. بروستيسيس مشهورة كتير اللي هي replacement of a missing part by an artificial substitute such as artificial extremity. البروستيسيس هي أي جزء غير طبيعي في الجسم أو أي جزء صناعي في الجسم. مثلا بنقول عن مثلا الأسنان الصناعية بروستيسز، التقويم بروستيسز، العضو الصناعي بروستيسز وهكذا وهكذا. ريكتس أو ركايتس اللي هو a form of osteomalacia in children caused by the vitamin D deficiency زي ما قلنا عنه اللي هو الكساح عند الأطفال. Spondylosis, degeneration of cervical, thoracic, lumbar vertebra and related tissues. Degeneration يعني تلاشي أو تهالك في هذه المناطق أو في الفيرتبرا أو في التيشوز اللي في هاي المناطق. Sprain, tearing of ligament tissue that may be slight, moderate or complete اللي هو تمزق في الأربطة. Strain to exert physical force in a manner that may result in injury, usually muscular. يعني أي ضغط أو يعني استخدام للعضلات بحيث إنها نتجاوز القدرة اللي بتتحملها العضلة. فبنوصل مما يعرف إشي اسمه strain. وبالتالي بيصير زي جرح للعضلة أو نوع من الألم يعني مصحوب بالألم الشديد. Subluxation اللي هي partial or incomplete dislocation. Dislocation اللي هو الإزاحة أو الخلع يعني الخلع من مكانه مثلا. Talibes اللي هي مش مشهورة كتير أو إحنا منعرفش عنها كتير لكنها هون ذكرت مع الصورة مش غلط نعرف عنها. Any number of foot deformities يعني في عندي تشوه أو عدم اكتمال صحيح للقدم. هون لاحظوا بيجي بتكون الرجلين للداخل. في ناس كتير على فكرة عندها هذا الموضوع وبيعيشوا عادي لكن بتضلها مشيتهم إنه إجريهم أو الفوت من تحت جاية باتجاه الداخل. بهمني نعرف عن الهيب ديسبليجيا أو الكونجنيتال هيب ديسلوكيشن اللي هو عبارة عن احنا بنسميه خلع الورك أو خلع المفصل أو خلع الولادة اللي هو عبارة عن كونجنيتال ديفورميشن أو ميس ألاينمنت يعني إما إنه مش راكبة مكانها أو في عنا ديفورميشن يعني في عنا تشوه. وهدول أكتر شيء بيكونوا إذا كان البيبي فيميل أو إذا كان في عندي فاميلي هيستوري أوف هيب ديسبليجيا. الامبيوتيشن اللي هي بين partial
or complete removal of a limb اللي هي احنا استئصال. Arthrocentesis, puncture of a joint space to remove accumulated fluid. طبعا هون الارثروسنتيسس. الارثروسنتيسس قد يكون الهدف منها اخذ عينة من السائل الساينوفي او تصريف مثلا اذا كان في عندنا سوائل في الساينوفيال فلويد، سوائل الزيادة، او انه انا احط مثلا ادوية او احط مادة زي مثلا الهيالورونيك اسيد اللي بتخفف اللي هو الاحتكاك بين الجوينتس او داخل الجوينت. بيرسكتومي، اكسيشن اوف بيرسا. البيرسا اللي هي عباره عن باد لايك ساك اور كافيتي فاوند ان كونكتيف تيشو يوزوالي ان ذا فيسينيتي اوف جوينتس، هي عباره عن زي اكياس، وهي الاكياس بتكون مليئه بال الهواء و موجودة بالكونكتيف تيشو وبال يعني حوالين الجوينتس داخل الجوينتس. البيرسكتومي هي إزالة هاي البيرسا. Bursae are fluid-filled sacs located around a joint that cushion bones when muscles tend. هاي البيرسا اللي بالأزرق. البيرسا هي fluid-filled مش air-filled، يعني بتكون مليانة بالفلويد ولكنها بتشتغل زي كشن، زي يعني بتحمي المنطقة اللي حواليها. C1, C2 and so on اللي هي first cervical vertebra، يعني الفقرة العنقية الأولى والثانية وهكذا. CA اللي هو calcium or cancer حسب مكانها. CDH اللي هو congenital dislocation of the hip حكينا عنه، وهذه طبعا من الابريفيشنز المشهوره. CTS carpal tunnel syndrome. EMG electromyography. FX fracture اللي هو الكسر يعني. HNB اللي هو herniated nucleus pulposus او herniated disc، يعني انه في عنا زي انزلاق الديسك او من مكانه وبالتالي عنا مشكلة في الديسك. IM و IV intramuscular و intravenous. L1 L2 etc اللي هي اللمبر فيرتبرا اللي هي المنطقة القطنية في نهاية العمود الفقري أو في أسفل العمود الفقري. MG الميستينيا جريفز الوهن العضلي الوخيم. MS musculoskeletal multiple sclerosis mental status mitral stenosis حسب مكانها. فالMS عبارة عن اختصار لكثير من الشغلات. NSAIDs اللي هم non-steroidal anti-inflammatory drugs زي البروفن، زي الايبوجيسيك، ديكلوفيناك الصوديوم وغيرهم، كلهم مواد تستخدم للتخلص من inflammation والpain analgesics يعني. RA اللي هو rheumatoid arthritis. قبل أورثو من orthopedics اللي هي تصحيح ال القدم. بي فوسفورس أو بالس، يعني إما فوسفورس أو بالس اللي هو النبض. آر إيه روماتويد أرثريتس. آر إف روماتويد فاكتور، هدول برضو من الاختصارات المشهورة. تي إتش إيه توتال هيب أرثروبلاستي. تي إتش آر توتال هيب ريبليسمنت. تي إتش آر هي الأشهر اللي هي إزالة أو استبدال المفصل لمفصل الفخذ أو مفصل الحوض. هون عندنا total hip replacement، بيصير إنه اللي بيصير إنه من كتر الهشاشة العظام تفتفت هذا الجوينت، فعشان هيك يتم استبداله ببروستيسز يعني صناعي
هلا بنفس الوقت مرات بيكون نتيجة الأوستيوبوروسيس اللي هو هشاشة العظام حتى عظمة الفخذ لا تحمل، يعني ما بقدر إنه أحط فيها إشي إلا لازم أدخله داخلها، فبيتم يعني حفرها من الداخل وعمل زي جزء بمواد تشبه الإسمنت لتقويتها لحتى تقدر تمسك هذا البروستيسيس ويعمل ريبليسمنت للهيب جوينت. اكتيفيتي 10-3 هي اناتومي اكسرسايز، بس بحب انه تحلوه عشان تضلوا متذكرين الاشياء الاساسيه في السكيليتون. وعندنا الاكتيفيتي اكسرسايز ليرنينج اكتيفيتي 10-5، خلينا نحله كامل.